وهاي مو وهذه مو رواتب. هذه منحة طوارئ لا تزال تصرف لهم، يعني من دون كل طبقات المجتمع العراقي هم عندهم منحة طوارئ. هذه المنحة أقرت من قبل السفير الأمريكي بول برايمر. نعم. فلحد الآن إحنا ما عندنا سلم رواتب، فمن اقترحنا أنه نريد نساوي الفقرات الامتيازات البي نساوي مع قانون التقاعد الموحد، لأن هم الدولة متجهة إلى التعيينات في القطاع الخاص، ماكو تشجيع. يعني من يجي مثلا مهندس طبيب موظف من يجي يعمل بالقطاع الخاص، المفروض هناك امتيازات تساوي قانون التقاعد الموحد المال الموظفين. فاحنا بدينا نقرب وجهات النظر ونقرب هذه المواد. من ضمن هذه المواد عندنا مخصصات غلاء معيشة. نعم. بالقانون مال الموظفين المتقاعدين مخصصات غلاء معيشة 1% عن كل سنة خدمة بالنسبة يخدمها العامل. فاتفقنا عليها. نعم. فهاي وحدة، هاي مادة 43. مادة 44 قلنا من حق رئيس الوزراء أن يرفع المستوى المعاشي للعمال المتقاعدين حسب التضخم الحاصل الموجود في البلد. هسه نفس هاي النقطة أيضا موجودة على العام، اتفقنا عليها. ورا فترة احنا نفسنا بعدنا دن نطلع الملاحظات ونناقش واجتماعاتنا متواصلة، اشو تفاجئنا بالقراءة الثانية، المسودة الثانية، القراءة الثانية بالبرلمان اللي احنا ما شو اسمه، تفاجئنا انه هاي الفقرتين ضايفين كلمة يجوز منح مخصصات غلاء معيشة نسبة كذا. هاي كلمة يجوز راح ترجعنا للمربع الأول. نعم. يعني هنا من 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 أعطوهم مجال دائرة الضمان الاجتماعي لوزارة العمل أنه كيفها تريد تزيدنا تريد ما تزيدنا، هاي ما يجوز. يعني هاي فالالتفاف علينا، يعني هاي بس مجرد ما بيها ضمان حقيقي لهذا العامل. نعم. ما بيها ضمان حقيقي يعني. نعم ماكو فد عمل حقيقي، ما عندهم نية أنه يعني ينصفون هاي الشريحة المظلومة. ماكو ولا أكو فد توجه حقيقي أنه يشجعون القطاع الخاص العمل في القطاع الخاص. نعم. يعني بس هاي حكي ومواعيد وبس كلام عسل. وصار صار 20 سنة ما تقدرون تشرعون قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وهي كم فقرة. يعني لو تحسبيها الملاحظات اللي عندنا يمكن 8 ملاحظات بس. 8 ملاحظات تنضاف على القانون القديم، يصير قانون نموذجي ومنصف وبعد ما يحتاج أي تعديل، ويرتاح المجتمع من وراء العالم. بس تجي ما اعرف من اللي دا يتلاعب بالهاي الملاحظات اللي عندنا، من اللي يطول. زين شنو ناس اصلا خارج، والله العظيم ناس خارج المفهوم الحقيقي للضمان الاجتماعي.